وعاوز كده بين قوسين اقول عشان نفهم الفرق ما بين العقليتين والمنهجين والاختيارين، ان احنا دلوقتي بنقول ندي الرئيس المنتخب فرصه ووقت وما عملش حاجه غير الاشاره الوحيده 44 الف فلاح هيسقط ديونهم، وانا حييته على هذا واؤكد هذه التحيه. بعد كام يوم بقى من توليه، لسه ال 100 يوم ما كملوش، لكن انا عاوز اذكر الجميع بان جمال عبد الناصر قبل ما يكمل 100 يوم تقريبا في ثوره 52 مش كان بيعفي 44 فلاح، كان بيدي كل فلاح 5 فدادين. وعاوز كده بين قوسين اقول عشان نفهم الفرق ما بين العقليتين والمنهجين والاختيارين، فانا عاوز اقول ان الظاهر دلوقتي ليا ولكل المصريين ان مفيش حاجه اتغيرت، احنا قمنا بثوره واعزنا واكرمنا استشهدوا فيها، ولسه الشباب عاوز شغل مفيش شغل، عاوز المرتب يرتفع المرتب ما بيرتفعش. وعاوز كده بين قوسين اقول عشان نفهم الفرق ما بين العقليتين والمنهجين والاختيارين، يبقى فيها شعور بالامل. اللي بينتحر ده مش لانه فقير بس، لان اتسدت امامه ابواب الامل في انه يتخلص من فقره، فلسه في ناس بينتحروا بعد انتخاب رئيس. 5 ضحايا لطوابير الخبز في اسكندريه، ضحايا قتلى غير الجرحى. هل ده كلام يليق بثوره 25 يناير وبرئيس اول رئيس مدني منتخب واحتراما للصندوق؟ انا بقول لا، مصر تستحق افضل من كده كتير. وفي هذا صدد احنا محتاجين ثوره اجتماعيه حقيقيه لصالح الفقراء والمستضعفين، لا اظن ان الرئيس مرسي سيفعلها لانها ليست من بين افكار الجماعه التي ينتمي اليها. نعم. على الاطلاق. وعاوز كده بين قوسين اقول عشان نفهم الفرق ما بين العقليتين والمنهجين والاختيارين، تقي مصر شر انفجار وثوره جياع قادمه، لانه بعد كده اللي هيقعد دلوقتي بعد ما عملنا كل ده ثوره وقمنا شهداء وقدمنا انتخابات واحترمناها صندوق وطلع النتيجه، اكلونا بقى ادونا وظايف، نعم علوا جرنا ادونا فرصه ما نروح مستشفى نلاقي علاج، مش دي مطالب المصريين؟ خلي الست ام اسمع هنا ما تنزل تشتري ما تلاقيش الطماطم ب7 جنيه. وعاوز كده بين قوسين اقول عشان نفهم الفرق ما بين العقليتين والمنهجين والاختيارين، انا يا دكتور عمرو يؤسفني ان اقول لا اعتقد ان ملايين الفقراء اصحاب الحقوق في البلد هياخدوا نصيبهم من ثروه البلد في ظل هذا النظام.